صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وبنبدأ معاكم كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة لأهم عناوين الصحف اليومية. ومعانا الكاتب الصحفي أستاذ كمال الريان، رئيس تحرير جريدة الأحرار. صباح الخير، أهلا وسهلا، نهارك صباح سعيد. الخير. هنبدأ نقرأ الصحف أهم العناوين الموجودة النهاردة، وأول خبر من جريدة الأهرام الصفحة الأولى: النيابة تطالب بإعدام مبارك والعدلي وأربعة من مساعديه. الأخبار الصفحة الأولى: النيابة تريد شنق مبارك ويستحيل إطلاق الرصاص بدون الرجوع لرئيس الجمهورية. الأخبار: السماح للمصريين بتملك الأراضي بسيناء. والمصري اليوم الصفحة الأولى: انقسامات بين المسلمين والأحزاب والثوار حول ذكرى 25 يناير. المصري اليوم: مؤشرات المرحلة الثالثة، الإخوان والسلفيون في الصدارة. وزير الداخلية: دمج احتفالات الشرطة وعيد الثورة وسنتصدى لحرق مصر. المصري اليوم الصفحة الثالثة: الخارجية الأمريكية لا نختار من يحكم مصر، والمنظمات الحقوقية تتعاون مع القضاء. الأخبار الصفحة الثالثة: البابا شنودة يرأس مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد. نبتدي بأول خبر من الأهرام الصفحة طبعا الأولى: الخبر اللي بيطغى تطالب على الصحف المصرية ووسائل الإعلام المصرية والعالمية هو خبر محاكمة مبارك، ودي أول مرة في التاريخ يمكن المصري أن شعب يسقط قائده ويحاكمه، ويمكن أول مرة في تاريخ الدول العربية أن أيضا شعب يسقط قائده ويحاكمه علنا على الهواء. يعني الحقيقة يعني احنا عايزين نتجاوز نظرة الشماتة وناخد العبرة من هذا الحدث. أعتقد أن أكبر رسالة للحدث ده هي رسالة لرؤساء مصر القادمين، وليس رئيس مصر القادم، كل اللي هيجوا رؤساء لمصر على مدى التاريخ المقبل أو السنوات المقبلة أو الأجيال المقبلة هتاخد رسالة وعبرة أنه لن يستطيع حاكم ولن يجرؤ حاكم أن يطغى، لن يجرؤ حاكم على أن يستبد بالسلطة، لن يجرؤ حاكم على أن يفسد، لن يجرؤ حاكم على أن يعني يتخيل أنه بإمكانه أن 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 يستبد بمصر وأن يورثه لأبنائه. الحقيقة يعني زي ما قلت، بعيدا عن نظرة الشماتة علينا أن نأخذ الدرس والعبرة، وهو درس لكل من سيحكم مصر، لكل من سيتولى رئاسة مصر، لكل من سيتولى رئاسة وزراء مصر، لكل من سيكون وزيرا في مصر، لكل من سيتولى منصب قيادي في أي جهة من الجهات، أنه لن يكون بمنأى عن عقاب الشعب إذا فسد. يعني محامين الرئيس السابق لحد النهارده قدموا كل الأدلة اللي عندهم، ولا لسه في حاجات هتقدم؟ لا طبعا، هو لسه لغايه دلوقتي كل اللي حصل السماع الشهود، وبعد كده مرافعات النيابة، بعد كده يعني اعتقد ان القادم هو مرافعات المدعين بالحق المدني اللي هم بيمثلوا الشهداء، وبعد ذلك ستكون مرافعه الدفاع عن المتهمين، وبعد ذلك يصدر الحكم اللي هو فيه توقعات كتير بتقول انه ممكن يصدر خلال 40 يوم من دلوقتي. يعني يستحيل اطلاق الرصاص بدون الرجوع لرئيس الجمهوريه، ودي اول الاسباب اللي بدات بيها القضيه. طبعا وصلنا فيها لحد ايه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني اصل في كلام بيتقال ان الرئيس مبارك لم يامر، او الرئيس السابق لم يامر باطلاق الرصاص. هو يعني المسؤوليه السياسيه للرئيس السابق لا تنتهي عند انه لم يامر باطلاق الرصاص، المسؤوليه السياسيه تنتهي عند انه مسؤول عن حمايه الشعب، مسؤول عن حمايه الشعب. يعني أنا أتذكر يعني في يعني تقريبا حاجة بتروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لو عثرت ناقة في العراق لسألت عنها لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر. أنت عندك بقى يعني في بلدك وفي القاهرة اللي أنت عايش فيها وعلى بعد كم كيلو منك، ووسائل الإعلام جايبة قدامك أنه كل يوم بيموت العشرات، طب كنت فين؟ كنت فين؟ ما اعتقدش انه كان بعيد عن ده. فهي يعني فعلا المسؤوليه السياسيه والمسؤوليه ايضا الجنائيه انه هو الرئيس وهو الذي يملك القرار ولم يتدخل لحمايه الشعب حتى لو لم يكن قد اصدر اوامر باطلاق الرصاص. الاخبار الصفحه الاولى: السماح للمصريين بتملك الاراضي بسيناء. في مثلا ال 30 سنه اللي فاتوا والمصريين بيحاولوا يتملكوا اراضي سيناء. ده صحيح. يعني موضوع سيناء ده كان موضوع شائك من زمان. انا كنت حاضر الاجتماع ده امبارح في مجلس الوزراء، لان انا طبعا لجانب يعني منصبي انا بغطي اخبار مجلس الوزراء. يعني موضوع سيناء يعني كان فيه مشكله ان كانوا اهالي سيناء واضعين اراضيهم ايديهم على اراضي من زمان، والقانون حتى هذه اللحظة كان لا يسمح بتملك أي أراضي في سيناء حتى للمصريين. فطبعا دي كانت مشكلة شائكة. طيب يعني الأرض دي عمال نقول نعمر سيناء وعايزين نزرعها بالبشر وتبقى فيها مشروعات وكذا، لأن حماية سيناء ليست حماية عسكرية فقط. يعني حماية سيناء أكبر حماية هو وجود الناس فيها، هو وجود حياة فيها، هو وجود معيشة فيها، هو وجود شعب فيها.
فكانت اكبر مشكله انك انت ان احنا مش عارفين نملك الناس الاراضي، اللي ما كانش فيه، كان القانون لا يسمح بذلك. اهالي سيناء كانوا واضعين ايديهم على اراضي كتير، كانوا بيواجهوا مشكله كبيره في تملك الاراضي، وكانوا بيشعروا بالغربه عن بلدهم. يعني انا في بلدي وفي مكاني وفي مدينتي مش عارف املك ارض. فامبارح كان في اجتماع في مجلس الوزراء وبيعدوا مشروع قانون حاليا هيعمل جهاز لتنميه سيناء، ومن ضمن مشروع القانون ايضا هيسمحوا بتملك المصريين فقط وليس الاجانب الاجانب ما لاراضي سيناء. يقدروش الاجانب ما يقدروش لا يمتلكوا خالص اراضي هناك. لا طب بعيدا عن وضع اليد طبعا هيتم بيع اراضي كل المصريين تانية، صح؟ هيتم بيع اراضي ليهم والشباب، وهيبقى فيه اراضي هتتقسم، والشباب اللي عايز يروح يقعد في سيناء ويستصلح ويزرع او يعمل مشروعات صناعيه، كل ده هيبقى متاح للمصريين فقط. يا رب. المصري اليوم الصفحة الأولى: انقسامات بين الإسلاميين والأحزاب والثوار حول ذكرى 25 يناير. بدأ تقريبا تحضير ليها يعني من شهرين ثلاثة، والذكرى دي محتمل إن عدد من الأحزاب السياسية يكونوا موجودين في ميدان الحرب. أولا أنا عايز أقول 25 يناير ليست ملكا لا للإسلاميين فقط ولا الأحزاب فقط ولا حتى للي موجودين في ميدان التحرير فقط، هي ملك للشعب المصري. طبعا الثوار اللي نزلوا ميدان التحرير لهم السبق ولهم الفضل ان هم قادوا الثوره، وده ده حد ما حدش يقدر ينكره. لكن انا ما اعرفش، يعني ممكن نختلف سياسيا، ممكن نختلف في انتخابات، ممكن نختلف في حاجات تانية، انما ان نختلف على ذكرى 25 يناير انا الصراحه مش قادر افهم ازاي. يعني حاجه للشعب كله، 25 يناير ليست ملكا لاحد، ولا هي يعني ولا الاصلاح اللي وصلنا له يعني لمصلحه احد، لمصلحه الشعب كله. فاعتقد ان 25 يناير دي المفروض تكون حاجه بنتفق عليها جميعا، بنتفق. يمكن كان رئيس الوزراء اول امبارح بيتكلم ان احنا عايزين نبدا صفحه جديده، يا ريت تكون 25 يناير دي فرصه ان احنا كلنا نتجمع مع بعض تاني، ان احنا نتجمع حول هدف واحد وهو نهضه مصر. مش مهم بقى مين اللي كسب الانتخابات، مين اللي اتخانق مع مين، من كل دي منافسه عاديه وشريفه وما فيهاش مشاكل. في شعور عام ان يوم 25 يناير هيكون فيه مشاكل، ليه مش انه للاسف احتفال بذكرى الثوره؟ للاسف في بعض المجموعات على الفيسبوك بدات تعمل دعوات ويقول لك باي باي سلميه. ويعني انا لا يعني مش قادر افهم يعني ايه باي باي سلميه، يعني ايه المطلوب؟ هنحارب مثلا في اليوم ده هنحارب بعض؟ فيعني بس هي مجموعات قليله على فكره، ولا تمثل الثوره ولا تمثل المتظاهرين ولا الثوار، وشعار الثوره سلميه. وشعار الثوره اصلا سلميه فعلا زي ما حضرتك بتقولي. فاعتقد ان يوم 25 يناير ده قد يكون فرصه نتجمع، ننهض ببلدنا، نظل في المنافسات الانتخابيه، ونظل برضو كل واحد له فكر وله سياسه، ولكن اختلاف الفكر لا يمكن ابدا ان يتحول الى معارك. اكيد. المصري اليوم كمان: مؤشرات المرحله الثالثه للاخوان والسلفيون في الصداره. يعني ده بنفس الاحتمال. انا عايز اقول برضو يعني يعني ده حقيقي طبعا. الاخوان او زي يعني عشان ندقق، حزب الحريه والعداله وليس الاخوان. هو المفروض الحزب هو صحيح مرجعيته الاخوان او هو بينتمي للاخوان، لكن احنا بنتكلم في احزاب دلوقتي. قالوا السلفيون برضو ما قالوش النور. والسلفيون المفروض لا، احنا المفروض احنا نتجاوز مرحله الاخوان والسلفيين، لان خلي بالك المصطلحات دي بتخوف الناس وبتخوف الناس. اللي يعني لما نقول الاخوان والسلفيين، لا انا مش عايز اتعامل معاه انه اخوان ولا اتعامل معاه انه سلف. انا بتعامل مع حزب ليه برنامج. البرنامج ده ما بيقوليش لان انا هبطل فن ولا هبطل مش عارف ايه ولا كذا، ما بيش لا، ده برنامج سياسي المفروض نناقشه من ناحيه برنامج سياسي. الاخوان حزب الحريه والعداله وحزب النور فعلا بيتقدموا، مش عايزين نستخدم ده فزاعه. احنا عندنا عمليه ديمقراطيه وعندنا اختيار الشعب. والله بعد 4 سنين او 5 سنين اذا الشعب ما يعني الناس دي وصلوا، اذا او على فكره هم مش هيشكلوا حكومه، لان احنا النظام عندنا مش برلماني، نظام رئاسي. فاللي هيشكل حكومه هو اللي هيختار الرئيس القادم، مش اللي هياخد الاغلبيه في مجلس الشعب. وده خطا شائع بيتقال كل شويه، يقول لك ايه الاخوان والسلفيين هيحكموا مصر. لا، هو اللي هياخد الاغلبيه البرلمانيه لن يحكم مصر، لان احنا ما زلنا في الا اذا الدستور بقى اللي جاي عمل مصر نظام برلماني. بالظبط. ده كله يعتمد على اللجنه التاسيسيه. على اللجنه التاسيسيه هنشوف، لو نظام رئاسي يبقى اللي هيكسب الاغلبيه في البرلمان لن يحكم مصر. اللي هيحكم مصر اللي هيختار رئيس الجمهوريه المنتخب، هو اللي هيختار مين يشكل الحكومه. لكن في كل الاحوال سواء الاحزاب الاسلاميه وسط الحكومه، احنا عندنا انتخابات بعد فتره. والله لو ادت اداء كويس، ويا ريت تكون حكم على الاداء بقى، يعني الحكم الاقتصادي والسياسي وكله، لو ادت اداء كويس ممكن تاخد الثقه تاني. ما ادتش اداء كويس اكيد الشعب مش هيختارهم المره الجايه. فعلينا أن نقبل بالديمقراطية وقواعدها. وزير الداخلية: دمج احتفالات الشرطة وعيد الثورة سنتصدى لحرق مصر. طب دمج احتفالات الشرطة وعيد الثورة ده أكيد لأنه نفس اليوم. ده صحيح. يعني هو يعني عايز أقول أن في حساسية طبعا، يعني نتمنى أن تنتهي، وأعتقد أنها بدأت تنتهي بين المتظاهرين وبين قادة الثورة وبين الشرطة. طبعا كانت حساسية قديمة،
وساعه ما قاموا بثوره 25 يناير اختاروا عيد الشرطه ليردوا على الشرطه اللي كانت موجوده وطريقتها وتعاملها. اعتقد ان احنا علينا ان نطوي هذه الصفحه ونتعامل مع الشرطه على اساس ان احنا دلوقتي في فتره جديده في مصر جديده، ان احنا المفروض نكون حاجه واحده. اعتقد ان عيد الشرطه وعيد الثوره في ظل الدوله الجديده اللي احنا فيها ما يختلفوش مع بعض، هو عيد لمصر كلها، يعني يا ريت نعتبره عيد للمصريين كلهم. يمكن عشان اول سنه بعد عشان اول ثوره طبعا لسه في حساسيات بقى وبتاع، لكن اعتقد ان احنا علينا نتجاوز المرحله دي. طبعا ان شاء الله. سنتصدى لحرق مصر، هو في مؤامره اصلا لحرق مصر؟ يعني وزير الداخليه زي ما قلت يعني هو ما اعرفش، انا حاسس ان التعبير يعني سخن شويه اكتر من اللازم. يعني كلمه حرق مصر كلمه كبيره، قد يكون في مجموعه عايزه تعمل مظاهره لا سلميه، قد يكون في ناس بيقول لك احنا هنعمل ثوره من جديد، وعلى فكره مجموعات شباب على الفيسبوك ممكن يكون ثلاث اربع شباب بيعملوا صفحه على الفيسبوك ويقولوا فيها الكلام ده. فالامر لا يرقى ان وزير الداخليه يقول سنتصدى لحرق مصر. حرق مصر كلمه تخوف، ما حدش يقدر يحرق مصر ولا يعني ولا الشعب المصري نفسه. في مبالغه ولا ده تهديد؟ ووزير الداخليه بيرد هو عليه. هو اعتقد ان يعني يمكن قد يكون اللي عمل المنشط في الجورنال هو اللي حب يحط حاجه سخنه، انما يعني انا ما سمعتش التصريح من لسان الوزير، انما لو اعتبرنا ان الوزير قال ده هيبقى الوزير مبالغ. يعني كلمه سنتصدى لحرق مصر دي، يعني حرق مصر كلمه توجع كل المصريين. وانا عايز اقول ان الشعب المصري كله بكل قواه وبكل تياراته اللي هينزل ميدان التحرير يحتفل بثوره يناير هيكون هو اللي هيحمي مصر وليس الشرطه او اي حد تاني. يعني المصري اليوم صفحه ثالثه، الخارجيه الامريكيه لا نختار من يحكم مصر والمنظمات الحقوقيه تتعاون مع القضاء. يعني اولا هو انا عايزه يعني اسال حضرتك الاول التصريح ده ردا على ايه؟ انا هقول لحضرتك، هو طبعا الموضوع المنظمات الحقوقيه كان اسر الفتره اللي فاتت لما النيابه بدات تحقق معاهم وصدر امر قضائي بتفتيش مقرات المنظمات الحقوقيه. طبعا صارت الدنيا على مصر والمنظمات عملت مشاكل والكلام ده. احنا عايزين نحط حاجه بس، يعني ايه؟ اولا احنا مع الحريه ومع المنظمات الحقوقيه، والمنظمات الحقوقيه طبعا ادت دور كويس يعني في الفتره اللي ما حدش يقدر ينكره. في فتره النظام السابق كانوا بيدافعوا عن الحريات وكانوا بيدافعوا عن المعتقلين، ده دور لا احد ينكره. لكن هذا جانب، والالتزام بالقوانين المصريه وسياده القانون المصري جانب اخر. يعني انا ما اقدرش اروح اي دوله، ما اقدرش انا دلوقتي كمصري اروح بكره امريكا اعمل فرع، اعمل منظمه هنا واروح اعمل فرع في امريكا والفرع ده يشتغل بدون ما يرجع للسلطات الامريكيه وبدون ما يسالهم ولا ياخد تصريح. القصد هنا بتمويل اجنبي ولا القصد هنا ان يكون ليه انشطه في دوله اجنبيه؟ الحاجات اللي حصلت مداهمات او التحقيق اللي بيحصل في شقين. في منظمات فاتحه من غير ما تاخد ترخيص، وما اعرفش ازاي في اي دوله من الدول الديمقراطيه ولا غير ديمقراطيه ان انا اشتغل وابدا امارس شغلي ومن غير ما اخاطب السلطات اللي في البلد دي، اخاطبها اقول لها يا جماعه انا جاي افتح مكتب هعمل كذا، لم تخاطب السلطات. فدي حاجه يعني ما حدش هيقبلها، لا امريكا على فكره، وفي امريكا مش هيقبلوا ده ولا بريطانيا. ما اقدرش اروح انا كمصري في بريطانيا اعمل كده، ما اقدرش. دي حاجة. الحاجة الثانية التمويل اللي بيجي لما وزارة الخارجية الأمريكية أو جهة من جهة يعني هناك تقول لك مصر من 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 ثورة يناير وصلها 200 مليون دولار للمنظمات دي، كل ده من وراء ظهر الحكومة. بس أسأل حضرتك حاجة، على مستوى العالم يعني في معظم المنظمات الحقوقية بيوصل لها دعم من دول مختلفة؟ خلال أيوه من خلال معرفة سلطات الدولة وليس من وراء ظهر الحكومة. ما احنا ما بنتكلمش. طب المنظمات دي بدات وتقدمت فعلا بطلب ان يكون انها تكون مصرحه؟ أنا ده حضرتك اثرت دي نقطه مهمه. انا رايي ان احنا عشان ننزع المشكله دي احنا محتاجين حاجتين. اولا لا نقيد المنظمات الحقوقيه، ايوه، وفي نفس الوقت نحترم القانون المصري. فالحل هو توفيق الاوضاع، ان المنظمات دي تتقدم باوراقها للحكومه والحكومه تنظر في امرها وبانشطتها والحاجات دي وتبقى بتعمل في النور. التمويل اللي جاي في النور. على فكره هو التمويل نفسه مش عيب، يعني مش عيب انه ياخد تمويل، بس العيب ان ناخد حاجات وما ما يبقاش فيها اي سند ليها ولا اي حاجه ولا برجع للحكومه فيها ولا، يعني المفروض الحاجات تبقى في النور. العمل في النور وليس في الظلام. يعني ده الهدف في الاخر. غالبا المنظمات المعارضه ما بتبقاش يعني ما بتعترفش بالحكومه بالشكل ده. لا بس ما يعني عشان بس نحترم قانون الدوله طبعا. اكيد طبعا. الأخبار الصفحة الثالثة، البابا شنودة يرأس مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد،
طبعا بنهني كل الاخوه الاقباط بعيد الميلاد على فكرة المجيد أنا عايز أقول لسانهم التهنئة طيبين. ليس للإخوة الأقباط فقط، عيد الميلاد يخص الأقباط ويخص المسلمين، يخص المصريين جميعا. يعني أنا يمكن ما بحبش أوي كلمة أقباط ومسلمين، لكن إحنا لما نتكلم كناحية دينية هو يخص الأقباط ويخص المسلمين. يعني إحنا كمصريين كمسلمين أيضا، أنا كمسلم بحتفل بعيد الميلاد، لأن عيد الميلاد هو عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وده كان يعني كان رحمة للناس كلها. فأنا عايز أقول إن أعيادنا مشتركة ومناسباتنا مشتركة، وكل سنة والمسلمين والمسيحيين وكل المصريين بخير يعني، وده عيد للجميع يعني. بشكر حضرتك يا فندم، نورتنا. الكاتب الصحفي استاذ كمال ريان، نائب رئيس تحرير جريده الاحرار. صباح الخير، نهارك صباح سعيد. الخير وعليكم السلام. مشاهدينا استنوا معانا، لسه معانا فقرات كتير، بس بعد الفاصل.